تتبع وزارة الاستثمار هيطلع رخصة من هنا. تمام. يعني ده كنا بنعمل بيه كنا بنحط ما تروحش مصر ولا تروح الكلام ده كله خالص يعني. قال لي على طول احنا ان شاء الله بنبعت ننتقي بس ننتقي ناس كويسة عشان تروح وتبقى حاجة تانية. ايه المشكلة دلوقتي يا محمد؟ باشمهندس محمد انت جيت عايز حتة أرض 2000 متر. ماشي. ماشي خصص لك 2000 متر. أنت مقدم درس الجدوى على مشروع وعايز كده. فبقول لك انا شروط يعني ايه؟ هتاخد الارض في خلال 3 سنين لو ما بنتش وخلاص قصدي لو ما انتجتش بعد ال3 سنين هسحب الارض وما عليا. تمام؟ ايه اللي يخوفني؟ ان انا ما اديكش ارض. بالنسبه للمرحله دي سهل جدا عشان كده انت بتقول ما فيش دلوقتي الحمد لله دلوقتي ما فيش مشكله الارض بتخصص بس انا ما بلاقيه جد. يعني ايه اللي هي جد؟ واحد مقدم درس الجدوى مظبوطه يعني بياخد رأيه يقول يعني ايه رأيك في الوزع ازاي والزراعة؟ قلت له احنا ماشي الشباب ناخد الشباب ما احنا شباب احنا معانا هناخد مين؟ بس يخش بسهم من داخل الشركة سهم سهمين ثلاث اسهم تمام؟ هي دي هو ده الشغل لكن مش ان هو ايه اديله 10 فدانين وخلاص. هو اللي بيحصل ايه؟ كان ناس الشباب قبل كده خدها وديها مستثمر معاه فلوس اللي هو عايز يخسر وياخد هو يروح يجيب الميكروباص يعمل يعني بيخيش بيه حادثة راح الفلوس راح تروح يعمل يتجوز بيه يعني ياخد يبيع حتة الأرض 30 40 ألف جنيه للمستثمر ياخدهم وينزل فرحان ويتجوز ولا مع 30 40 ألف جنيه يفتكر إن هما دول هيعيشوا مدى الحياة وإيه ما يخش مع واحد نصاب يرسب عليه ياخد الفلوس يقولوا نعمل شركة ما أعرفش إيه.